ابو العلا البشري. ابو العلا البشري ايه بقى؟ ابو العلا البشري ده استاذ فاضل. اه وكنت بشتغل معاه في الفتره دي كتير جدا. وكان مجرد انه يقول لي اسامه في مسلسل ما بفكرش كتير لان انا عارف ان استاذ فاضل هو فظيع دقيق جدا ومن القليلين قوي اللي بيعملوا كاستنج. يعني ما دام حطك في دور ما تقلقش خالص لانه فعلا بيبقى دورك يعني. فعشان كده لما كان استاذ فاضل بيكلمني او يعني الانتاج يكلمني او بتاع ما بترددش كتير. مش هقدر اطلعه لولادي، حيبات حيبات، لكن الصبح اول ما يتعرض على النيابه هاخد لك افراج. انا لغايه دلوقتي مش قادر افهم الشرايط دي كان فيها ايه. ممنوعه ومتهربه، فهمت يا حضره المفتش؟ بص عليك يا عمرو، انا ياما قلت له وحذرته. يعني انت كنت عارف وساكت؟ يعني كنت هقول لمين؟ هقول لماما عشان تقع من طولها، ولا هقول لابي صفوت عشان يهز لي كتافه ويقول انا مالي؟ نعم يا سي محسن، حضرتك بتداري اهمالك؟ يا جماعه يا جماعه، خلافاتكم دي تصفوها في البيت لو سمحتوا. استاذ ابو العلا عايزك في كلمتين لو سمحت. خير يا استاذ؟ انت عارف انا ما باخدش قضايا هايفه زي دي، انا متخصص في المال والعقارات. ده انا ماسك لك ارضك يا اخي. مفهوم، عايز تقول ايه؟ الاتعاب 300 جنيه النص مؤجل.